مازال من ضمن الفائزين وكتفوز معنا ديرمو ديال 20,000 درهم، 2 مليون ديال سنتيم. مبروك عليك، هنيئا لك سيدي. بارك الله فيك، شكرا. الشركة ديالنا اتصالات المغرب بالمناسبة بالتنسيق من الداخلية كنضموا قرعة بالمعاونة والدعم ديال سيدنا، الله ينصر سيدنا، 2 مليون ديال سنتيم. مبروك عليك، هنيئا لك مولاي، والله ينصر سيدنا ان شاء الله. بارك الله فيك. حضاري اللهم يسر لك ربي في الامور سيدي، ومبروك عليك، والله ينصر سيدنا، دعي للملك ديالنا بالشفاء سيدي ان شاء الله. الله يشافيه. نعم سيدي. بالنسبه لك انت عندك حساب بنك سيدي؟ نعم سيدي عندي. مع اي وكاله بنكيه انت منخرط معاها ان شاء الله؟ واخا سيدي خذ لي لاكارت كيشي في يدك وشوف لي التاريخ فوقاش غادي تسالى، شوف لي لاكارت كيشي المده ديال الصلاحيه ديالها. نعم سيدي. تاريخ فوقاش غادي تسالى؟ 25. ولكن اسمح لي، انت باغي تفيرسي لي الفلوس تقول لي اعطيني الريب ديالي تفيرسي لي فلوس، ماشي تقول لي نعطيك زعزعه. لا الريب ممنوع عليك تعطيه لشي واحد اسيدي، الريب راه كيخصك نتايا. وي وانت دير جائزه ملكيه، اش كتكلم عليه نتايا؟ استعمل كنتعاملوا بالشيك، انت كتعامل بالشيك تاعك، وغير معايا تعرف نار. اسمع لي ومعايا تعرف نار، شوف معايا تعرف احمر امروج تبع الدوله، شوف هذه المكالمه راه عندي فيها تحمل المسؤوليه ديالك. اسمع لي كتعيط عليا في المسؤوليه ديالك اسيدي، كتدوزنا عامل اقليم فات وما بقيناش مع هذا المشكل. داكوغ، زور المسؤوليه ديالك اسيدي. خوتي المغاربه والجاليه المغربيه في كل مكان، سلام الله عليكم وتحيه طيبه للجميع. كما سمعتوا اخوتي في المقدمه، هذه طريقه ديال النصب، هذه ما عرفتش لان هذا الشيء هذا تعودنا عليه هنا، يعني هاد الطرق ديال النصب كيستعملوهم في داك الميساجات ديال الاس ام اس اللي كنتوصلوا بهم في الهواتف ديالنا اولا في الخمايل ديالنا، يعني هاد الشيء هذا هنا ما كنتش عارف الصراحه، يعني في المغرب كاين هاد الطرق ديال النصب هذا، يعني كما سمعتوا في مكالمه هاتفيه كيتواصل مع الناس وكيقول هو يعني من طرف شركة ديال اتصالات المغرب وكيدخل فيها حتى ملك البلاد، يعني باش كيخلع داك الناس اللي كيتواصل معاهم ويعني وكيستعمل معاهم داك نقولوا حنا يعني بحال اللي كيخلعهم، يعني ما خصكش يعني تقول لا ولا يعني تجادل اولا تسول، اذا سولتي كما سمعتوا غادي يدوز للتحقيق كما غادي تسمعوا في التتمة ديال الفيديو. يعني ردوا بالكم بزاف، هذا السيد يعني عاقبه لان السيد ما كما نقولوا باللي ما كيعطيكش مجال لا تسول ولا تناقش ولا حتى شي حاجه، خصك تقول تعطيه يعني الحساب البنكي او النمره ديال الترخيطه. المهم انتم غادي تسمعوا يعني الحوار كامل ما بين هذا النصاب اللي كيتصل بهذا السيد وكيقول له ربحتي معنا المبلغ ديال 20,000 درهم، رابيدو اعطيني الداتوس كاملين، يعني ما تسول ما تهضر ما والو، اعطيني المعلومات يعني الشخصيه ديال كامله، رقم الحساب الى اخره. السيد من عارض انتم شوه يعني داك الطريقه كون موتشا بريبوتينسيا، يعني كيهضر معاه هادشي هذا راه مدخل فيه الملك، واش انت كتعاضر واش كتعترض، راه ناس اخرين ومراتب عليا راه ما قالوا ما والو، راه يعني توصلوا بالجائزه ديالهم. المهم خليكم مع ردوا بالكم بزاف اخوتي في هذا الوقت، ما تعطيو حتى شي داتو ديالكم، وخصوصا اذا كانت يعني في مكالمات هاتفيه او اذا توصلتوا بشي حاجه يعني عبر الخيميل ديالكم او عبر الاس ام اس ولا عبر الواتساب، اي رابط اي لينك ما عمركم تكيو عليه، يعني حتى تكونوا بيرسونال مينتي يعني مع وهكاك وما تثقش ومع شركات، يعني شركات انا جرات لي كي مثلا هاد الشركات ديال الهواتف هنا كيعطيوك الثمن كيبقاو يصيفطوا لك كل شيء، ومن بعد بحال اللي تا هما متفقين مع بعضياتهم مع الكوميرسيال مع الشركه، ومن بعد يعني كتجي بحال انا، يعني انا تفهمت مع هاد الناس، كنت مع شركه تنقلت للشركه كنت كنخلص واحد 70 الأورو، دابا رجعت كنخلص الدوبلي، هاد الناس وعدوني بثمن ديال 62 الأورو، دابا رجعت كنخلص بيو 42 الأورو، مي كتهضر معاهم الملف ديالك نشوفو نقلبو على المحادثات اللي كانت مع الكوميرسيال والسنة انت، ولكن خلص، إذا ما خلصتيش نقطعو لك انترنت. سمعوا تتمة ديال هاد المحادثة ديال هاد النصاب، ردوا بالكم كما سمعتوا المقدمة. من الفائزين وكتفوز معنا ديرمو ديال 20,000 درهم، 2 مليون ديال سنتيم. مبروك عليك، هنيئا لك سيدي. بارك الله فيك، شكرا. الله يدخل عليك. عافاك فكري في سمي عافاك. طفل العلاوي كيتكلم معك سيدي، مرحبا.
نعم سيدي مصطفى، هذا واجب، اللهم يسر ولا تعسر. نعم. فهمتي الموضوع سيدي ولا نعاود لك نشرح لك من جديد؟ قلتي لي درت شي قرعه انتم في اتصالات داكوغ سيدي. الشركه ديالنا اتصالات المغرب بالمناسبه بالتنسيق من الداخليه كنضموا قرعه بالمعاونه والدعم ديال سيدنا الله ينصر سيدنا، خصوص عفوا خصوصيه المناسبه ديال عيد الاستقلال. النيميرو ديالك سيدي كيتكلاصا معنا في الشطر الاول، انت كرجل سلطه وكتفوز معنا فيرمو ديال 20000 درهم، جوج المليون ديال السنتيم. مبروك عليك، هنيئا لك مولاي، والله ينصر سيدنا ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك. هذا واجب. دابا حاليا دوزنا ثلاثه الفائزين، دوزنا خليفه اقليم الحسيمه، دوزنا خليفه اقليم الناظور، دوزنا خليفه اقليم اكادير. انت فين كتواجد حاليا سيدي؟ نعم سيدي انا في اكادير. اكادير، مبروك عليك وهنيئا لك سيدي. مجال حضاري قراوي، تفضل. حضاري. حضاري، اللهم يسر لك ربي في الامور سيدي، ومبروك عليك، والله ينصر سيدنا، دعي الملك ديالنا بالشفاء سيدي ان شاء الله. الله يشافيه. نعم سيدي. بالنسبه لك انت عندك حساب بنك سيدي؟ نعم سيدي عندي. مع اي وكاله بنكيه انت منخرط معاها ان شاء الله؟ عندي مع القرض الفلاحي. مع القرض الفلاحي، واخد معاهم الكارنيت شيك ولا لاكارت كيشي؟ لاكارت كيشي. نعم؟ كارت كيشي. واخا سيدي خذ لي لاكارت كيشي في يدك وشوف لي التاريخ فوقاش غادي تسالى. غير لك واحد السؤال سيدي. نعم. النمره اللي عطيها القرض الفلاحي، النمره بيرسونيل ديالك شخصيه ولا عطيهم نيميرو ديالك؟ نيميروج هذا. هذا. غادي يجيك الميساج تماك ان شاء الله، داكو؟ على حساب هاد جوج المليون ديال السنتيم كنصيفطوها لك تريتمون بال 5000 5000 5000 5000، داكو؟ نعم. شوف لي لاكارت كيشي المده ديال الصلاحيه ديالها. نعم سيدي. تاريخ فوقاش غادي تسالى؟ 25. اعطيني لو موا ولا لاني؟ نعم سيدي شهر 7. 7 25 ياك سيدي؟ نعم سيدي. شوف لي رقم ديال الارسال اللي كيكون مطبوع باين. لاش؟ الواجهه 4 اسباس 4 اسباس 4 اسباس 4 اسباس. واش فيه 16 ولا 19؟ لا فيه 16. 16 الرقم ياك سيدي؟ نعم سيدي. كيبدا ب 43 تفضل. ولكن اسمح لي انت باغي تفيرسي لي الفلوس، تقول لي اعطيني الريب ديالي تفيرسي لي الفلوس، ماشي تقول لي نعطيك زعزعه. لا الريب ممنوع عليك تعطي لشي واحد اسيدي، الريب راه كيخصك نتايا. وي وانت نعطيك رقم الارسال. سمعني وانت نعطيك نعم. وانت وصيفط لي الخدمه، عرفتيني فين خدام في العمل، صيفط لي الشيك ديالي والربح وصافي ومشي بحالي. هذا دايره جائزه ملكيه، اش ماشي كتكلم عليه نتايا؟ انت كتعاملوا بالشيك. تجي صيفطها لي من دار. كيجي معاك، سمعنا سيدي، كارك ديشي معاك. غادي نلقاو على الخط المباشر، كيجيك ميساج بان هذا في النمره ديالك، كتاكد من هذا الشيء كتمشي تشوف باك الاوتوماتيك. اسمح لي الله يعطيك الخير، اسمح لي الله يعطيك الخير. اول حاجه غادي نديرها غادي نتاكد من المعلومات ديالكم شكون نتوما معايا، لان الا كنت غادي نربح راه الاداره ديالي غادي تعيط عليا ماشي نتوما. استاذ وغا معايا تعيط في النار. شوف معايا تعيط في النار. شوف معايا تعيط في النار. شوف معايا تعيط في النار. احمر ايميروج تبع الدوله. شوف هذه المكالمه راه عندي فيها تحمل المسؤوليه ديالك. اسمع لي كتعيط عليا في المسؤوليه ديالك اسيدي. كتدوز لعامل اقليم فات وما لقيناش مع هذا المشكل. هذا جور فيريي ومعيط عليها، وانا غادي نتاكد من هذه النمره ديالك وهذا السمي اللي عطيتيني. تحمل المسؤوليه ديالك، هذا الشيء اللي غادي نقول لك. داكوغ. السلام عليكم. خليفه تحمل مسؤوليه اقليم اكادير. وي اسمع لي اخويا، اسمع لي اخويا نقول لك الرابور ديالو النيابه العامه باش غادي يدفعوه. داكوغ. اسمع لي اخويا نقول لك، اسمع لي هاد المكالمه هادي راه مسجله حتى هي، وغادي ندير المحضر ديالي. ايمروج النيميرو ديالك خط فيغ. اسمع ديالنا خط. انا سجلت هذه المكالمه هذه وهذه النمره هذه، وغندير المحضره عند وكيل الملك، وغادي نجبدك وغادي تسمي هذه وغنتاكد منك على شي اللي قولينا. سمعت بالله تنسى الرابور ديالك. مرحبا مرحبا. الله يعاونك الله يعاونك.